امين يا رب. امين يا رب. مدام سارة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك يا شيخ؟ حضرتك عامل ايه؟ الله يسلم سعادتك يا استاذة سارة، اهلا بيك. ربنا يحفظك. لو سمحت، انا كان معايا مشكله كنت عايزه اتكلم مع حضرتك فيها، ممكن؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. تمام. انا اخويا متوفي، متوفي شهر 3. هو كان أقرب حد ليا، كان صاحبي جدا وكان سندي. الله يرحمه. والدها كان اخوها. دايما في اخوها. ظهري، ومن بعد وفاته أنا حياتي اتلخبطت. أنا حياتي ما بقتش زي الأول، بقى بيصعب عليا على طول، وبقت نفسيا تعبانة جدا، ودايما بيحصل مشاكل معايا ومع اللي حواليا بسبب إن أنا ما بقتش عارفة ان انا اتعامل مع مين، ما بقتش عارفة ان انا اعيش حياتي زي الاول. ابسط كلمة بتخليني يصعب عليا، اي حد يتكلم معايا بيصعب عليا، واخد موقف بقيت بتعصب على طول. أخوكي كان أكبر منك بقد إيه؟ هو كان اصغر مني. أصغر منك؟ طب اهدي اهدي واطلبي له الرحمة. أنا نفسي أرجع حياتي زي الأول، نفسي أحس إن أنا عايشة. لا أنا إله ما إلا بقتش الله. عارفة أتعامل مع الناس ولا مع أهله، وما بقتش لاقية مكان أرتاح فيه، وبقت حاسة إن أنا تايهة، وحاسة إن أنا غريبة في كل حاجة. ربنا يرحمه ويصبرك يا رب. طيب يا سارة تابعينا عشان الناس بس تعرف قيمة الأخ أو الأخت، قد إيه هما سند وظهر لبعض، وقد إيه هما حماية، وقد إيه هما حاجة جميلة، وإن الأخوة دي مش بالساهل، وإن تعويضها صعب جدا جدا جدا. الناس اللي مقاطعين بعض طبعا، دول اللي أنا أقصدهم. ده صحيح، ده صحيح. حتى دايما كانوا يعلمونا يقول لك انك انت لو تألمت بتقول اخ، يعني هو اكتر كأنه حد هو اللي بيداوي. بالظبط، كأنه هو اول من يداوي جرحك ويزيل ألمك. سيدنا موسى قال واخي هارون، فربنا قال له سنشد عضدك بأخيك. فالاخ هو العضد، صحيح. الاخ هو السند، الاخ هو الظهر. فجزاها الله خيرا على حبها لأخيها ووفائها له، لكن احنا محتاجين الصبر. طبعا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. محتاجين الرضا. الله في الحديث القدسي الجليل يقول وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أبتلي عبدا فيرضى، لحظة كلمة فيرضى، إلا استحييت منه يوم القيامة أن أنشر له ديوانا أو أقيم له ميزانا وأدخلته الجنة بغير حساب. إذا كنت أنت أصبت بهذا الابتلاء فالكل مصاب. من منا لم يمرض له حبيب؟ من منا لم يمت له قريب؟ من منا لم يخفق له عمل؟ من منا لم يضع له أمل؟ جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جزوة نار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالكل مبتلى والكل مصاب، وهكذا الدنيا تفعل بأهلها. الواجب عليك الصبر، والواجب عليك الرضا، ومما يعينك على ذلك الالتزام بالصلوات في أوقاتها، وأذكار الصباح والمساء، وتلاوة سورة البقرة، والإكثار من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.